يقول عمر بن الخطاب: ما عاقبت من عصى الله، ما عاقبت، يعني أنت يخاطبك، ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. يعني رجل شتمك يعصي الله فيك، هو كسب سيئة، أفضل عقاب له أن تطيع الله فيه. بمعنى أنت عصيت الله بي فشتمتني، أنا لن أعصي الله بك وأشتمك، بل سأقول غفر الله لك، سأطيع الله بك. فيقول عمر بن الخطاب: هذه أفضل عقوبة لمن يسيء إليك.